السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات تك جيستيون سور يوتيوب. اليوم الحلقة المخصصة تواليا للبيجي دو تريزوروري. غنشوفوا اليوم لا بارتي ديال البيجي دي فونت او لا عفوا دي زاشا. دونك كما شفنا في الحلقة السابقة او الحلقات السابقة قلنا بأن البيجي دو تريزوروري كيتوزع على شكل دي بيجي يعني بليزيور بيجي. عندنا البيجي دونكيسمون والبيجي دو ديكيسمون. كل بيجي عنده دي بيجي. دونك عندنا البيجي ديال لونكيسمون فيه بليزيور بيجي وعندنا البيجي ديال ديكيسمون فيه بليزيور بيجي. دونك في البيجي ديال لونكيسمون او ديكيسمون ديكيسمون هما لي شارج شي حاجه كنخلصها انا او لا كتخلصها لونتربريز. داكوغ اي حاجه كتخلصها لونتربريز من بين هاد لي شارج او لا المسائل اللي كتخلصها لونتربريز كاين لي زاشا. مثلا كتشري سلعه راه كتخلص فلوس. دونك عندها بيجي ديال ديكيسمون شي حاجه كتخرج فلوس. العكس ديال لونكيسمون كتعني ليا كتدخل الفلوس. دونك الشركه هنايا عندها دو بارتي باش تحسب البيجي دو تريزوروري، يا تدخل الفلوس يا تخرج فلوس. دونك الفرق ما بين داك المداخل والمخارج كيتسمى ليا البيجي. دونك عندنا البيجي داشا، غنشوفوا ان اكزومبل ان شاء الله. دونك عندنا سيبوزون هنا عندنا البيلون، هاد البيلون بار اكزومبل هذا غير مثال. دونك عندنا واحد لابارتي في البيلون كتسمى فورنيسور او لا ديت فورنيسور اللي كيكون في الباسيف. عندنا فيه 40,000 درهم. و معلومه اللي بغيت نشير ليها هو ان لي مونطون اللي كيكونوا في البيلون كيكونوا سو سون دي مونطون تي تي سي. تي تي سي يعني فيهم تي في. داكوغ. دونك عندنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير لي ريغلمون دي فورنيسور كوم سوي. دونك 50% او كونطون 50% موا سويفون. دونك هنا ريغلمون دي فورنيسور يعني انا اشا يعني كنشري من عند الفورنيسور. دونك هنا لا بارتي الاولى لو مود دو ريغلمون، كيفاش كنخلص انا الفورنيسور ديالي. النص كنعطيه ليه في شهره، داكوغ في الشهر ديالو، والنص الشهر الماجي. دونك عندي 50% او كونطون اي 50% موا سويفون. لي ديت فورنيسور ريبارتي كوم سوي. دونك دوك الكريديات اللي كان كيتساني الفورنيسور قبل كنرجع نخلصهم ليه حتى هما. دونك البيجي كنجمع فيه كاع داكشي اللي غنشري دابا حاليا، وكنجمع فيه الكريديات اللي كانوا كيتسالوني لي فورنيسور قبل. دونك انا غادي نخلص لي ديت فورنيسور اللي كانوا كيتسالوني قبل 50% جانفي و 50% افريل. دونك عندي لي زاشا تي تي سي هو هذا، عندي جانفي 10,000 درهم، فيفري 20,000 درهم، مارس 30,000 درهم، وافريل 50,000 درهم. دونك هادو هما لي زاشا ديالي. غنبدا اول حاجه بلي زاشا عاديين يعني لي ريغلومون ديال الفورنيسور. انا غنشري السلعه وغنبدا نخلص. دابا هاد لي ريغلومون حاليين اللي غنبدا نشريهم دابا حاليا. اما لي ديت فورنيسور راه كنهضر على الكريديات اللي كان كيتساني الفورنيسور قبل الشهر اللي فات والعام اللي فات، كنبدا نخلصهم دابا. كتوصل لي شيونس ديالهم، كيوصل لي شيونس ديالهم يعني وصل الاجل ديالهم، كيتسمى لي شيونس بيجيتير. لي شيونس بيجيتير يعني وصل الاجل ديالهم في البيجي، في لو لوا بيجيتير وصل الاجل ديالهم، خصني نبدا نخلصهم. حتى هما كندخلهم من بين المخارج يعني من بين المصاريف اللي كنصرف انايا، كندخل حتى لي ديت فورنيسور. دونك هادو هما لي زاشا ديالي. غنبدا نصاوب البيجي داشا، البيجي دي زاشا. دونك عندي لو موا، داكوغ، عندي جانفي فيفري مارس افريل على حساب اللي عندي. عندي اشا تي تي سي. دونك اش قال لي 50% او كونطون 50% مو سويفون ديال جانفي. غنحط فيها 5000 عفوا 5000 في شهرها، نص في شهرو، داكوغ، والنص في الشهر الماجي. عندي 10,000 انايا في جانفي، قال لي النص غنخلصو في هذاك الشهر نيت، والنص الاخر في الشهر الماجي. دونك عندي 10,000 غنقسمها على جوج، نصها غنحطها في شهرها والنص في شهر فيفري. داكوغ. عندي فيفري فيه 20,000 درهم، قال لي نفس الشيء، نصها في الشهر ديالها او كونطو يعني كتعني لي في شهرها يعني مخلصه ديك الساعه، يعني فلوس تخلصات كاش. دونك 10,000 درهم فيفري 10,000 درهم، و 10,000 درهم لو مو سويفون. دونك عندي مارس لو مو سويفون هو مارس 10,000 درهم. دونك غنجي عاوتاني عندي مارس فيه 30,000 درهم، قال لي 50% او كونطو يعني تخلصات كاش يعني في شهرها 15,000 درهم، والنص الاخر لو مو سويفون اللي تابع مارس هو افريل. داكوغ. دونك عندي 50,000 بالنسبه لافريل،
25,000 غنحطها الشهر هذه ديال افريل نيت لان قال لي اوكون طوف شهرها و25 ونص الاخر غادي يمشي ليا لو موا سويفون ما عنديش هنايا لو موا سويفون بالنسبه لي زاشا دونك غنحطها في لابارتي ديال البيلون بريفيزيونيل غنحتاج هذه غنحتاجها هاد لابارتي ديال البيلون بريفيزيونيل كنحتاجها ملي كيعطيني السؤال غنشوفوه من بعد ان شاء الله في الحلقات الماجيه تيقول لي اعطيني لو بيلون بريفيزيونيل ديال هاد البيجي كله هو من هاد العمليات كلها هما اللي غنديروا اعطيني البيلون بريفيزيونيل دونك هاد الخانه هادي متعلقه بالبيلون بريفيزيونيل اي حاجه تتشير ليا تندخلها في البيلون بريفيزيونيل دونك هنا سالينا غنمشي لي ديت فورنيسور لي ديت فورنيسور غنرجع للبيلون ديالي شحال لا هما شحال هما يا لي ديت فورنيسور عندي في البيلون 40000 درهم داكو دائما ملي كيقول لي لي ديت فورنيسور كنرجع للبيلون ديالي 40000 درهم اش قال لي لي ديت فورنيسور غير بارتي كوم سوي 50% جونفي 50% افريل دونك غنشد 40000 درهم غنقسمها على جوج النص غنحطو جونفي نص جونفي والنص في افريل على حساب الهضره اللي قال لي داكو من بعد غنبدا نجمع عندي 25000 في المجموع هنايا 15000 هنايا 25000 هنايا بالنسبه لمارس و افريل 60000 وبالنسبه للبيلون بريفيزيونيل غتبقى 25000 لان ما عندي والو دونك هذا هو البي جي داشا سي سامبل البي جي داشا اش كيدخل فيه كيدخلوا فيه لاشا ديال هذاك لو موانيت انا كنت خدام في لو مو د مارس بار اكزومبل ولا لو مو د افريل او لا فلاني كنهضر على لاني ليكزيرسيس 2011 يعني لا لي مو كول هما يعني الشهور كاملين 12 شهر كامل دونك كنشوف لي زاشا ديال داك العام كله هو او لا داك الشهر كله هو اللي درت اللي خدام فيه كنريبارتيهم كيفاش كنخلص انا الفورنيسور كنخلصو بكذا نص هاد الشهر نص الشهر الماجي تولت هاد الشهر تولت الشهر الماجي تولت الشهر اللي موراه وغادي دونك انا على حسب البيجي داشا كنصايبو انطلاقا من لي زانفورماسيون اولا من المعلومات اللي تيعطيني من الهضره ديالو اللي تيقول لي تيقول لي ها كيفاش خلصت انا الفورنيسور كنبدا ريبارتي على حسب الهضره ديالو من بعد كنجي نشوف الجزء الثاني لي ديت فورنيسور علاش لي ديت فورنيسور حيت لي ديت فورنيسور لي ديت شي حاجه اللي متعلقه بلي زاشا اللي كانوا قبال كان كيتسني الفورنيسور شي حسيبات قبال يعني في الشهر اللي فات ولا العام اللي فات كان كيتسني شي حسيبات وملي كنبغي نحسب البي جي ديال التريزوروري ديال هذا العام او ديال هذا الشهر خاصني نجمع معاه حتى لي ديت اولا الكريديات اللي كانوا فايتين دونك ملي كنكون في لاشا كنهضر على ديت فورنيسور لان لاشا عندها علاقه بالفورنيسور علاش مع من كنشري كنشري مع عند فورنيسور داكو ملي كنكون في ليفونت كنهضر على الكليان علاش لان لما كنبيع انا لي مارشونديز ديالي اولا لي برودوي ديالي كنبيعهم لي كليون دونك الا هضرت على لاشا كنجمع معاها ديت فورنيسور هضرت على ليفونت كنجمع معاها لي كريونس اولا لي زيفيت كوميرس يعني اي حاجه متعلقه بليفونت لما كنبيع كنبيع للكليون والكليون كندخل فيها لي كونت ديال الكليون اي كونت غاتاشي على حساب لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي في ليكزيرسيس اولا في ليكزامان دونك هنا اصدقائي انتهت هذا الجزء الاول هذا الجزء هذا انتهى دونك باقي ان شاء الله اجزاء اخرين غادي نطرقوا لهم في البيجي دو تريزوروري بقاو معنا وما تنساوش تشاركونا بلي زابوني وكذلك جيم على صفحتنا على الفيسبوك gestion des entreprises .tsge دونك هذا ما نتمنى لكم التوفيق والتوفيق للجميع وكذلك لا تنسوا الاستعداد الجيد للامتحانات دونك فقط حنايا كنعطيو ارشادات نصائح ومعلومات دونك نتوما البقيه عليكم نتوما يا بليس دو ترافاي وكثروا هكا من دي زيكزيرسيس دونك حنا راه الاشاره في اي جديد او اي معلومه فيما يخص لي جيستيون ولا جيستيون دي زونتربريز وكذلك لا ننسوا الناس ديال لا فاكولتي دي سيونس جيستيون ايكونومي دونك حنايا فراه الاشاره في اي معلومه دونك بقاو معنا في حلقات ماجين ان شاء الله دونك ما عندنا المزيد والمزيد من هذا الكور هذا ديال بي جي دو تريزوروري وغنطرقوا لدي زيكزاما والتمارين ان شاء الله دونك الى ذلك الحين اقول لكم مع السلامه وبالتوفيق للجميع.